وإكسيد الفيتامينات الصحة والمناعة. ابنك تعبك بالأكل؟ إكسيدا هو الحل. قناة رمون أحلى أوقاتي. برنامج النجم الصغير برعاية رونا جرو، حليب النمو المتكامل للأطفال ابتداء من العام الأول. إكسيدا، ابنك تعبك بالأكل، إكسيدا هو الحل. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. شو اسمك حبيبتي؟ رنيم سراج الدين. رنيم سراج الدين، كم عمرك يا رنيم؟ عمري 11. مكتوب عندي 12، ليه؟ خطأ في التسجيل أم أنك سوف تنتقلين إلى المرحلة 12 بسرعة؟ طيب، شو موهبتك يا رنيم؟ الإنشاد. يلا نسمع حبيبتي. شفتي يا ما نسمنا هتعيش العمر جنبك، وبرضو ما يكفيش أحلى دنيا عندي، ما تساويش إلا معاك يا رسول الله. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، مهما طول الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى. الله عليك يا رنيم، رنمتي وأطربتي يا رنيم، لكن نسمع رأي الأستاذ بلال الكبيسي. رنين حياك الله حبيبتي. رنين يعني يحتاج لك كثير تعب حبيبتي، يحتاج أن واحد يعني يكون يعني جنبك حتى يعلمك أنه وين تغنين وين صوتك وين مساحتك. هاي نقطة مهمة كثير، يعني احنا عانينا من عدها، يعني لحد مرات نعاني إلا بالاستشارة حتى نغني بالاستوديو صح، أو نغني على المسرح صح، باختيار الطبق واختيار الأغنية كذلك، حتى يطلع صوتنا بالجمال وبالشيء اللي ينسمع. فأتمنى أنه سنت الأخوة تكوني مجهزة حالك أكثر حبيبتي. أوكي؟ سلامين. تفضل أستاذ. أنا يا رنيم شفت أن صوتك لذيذ، بس مع هيك تدريب وأنت أمورة ولذيذة ما شاء الله عليكي، شخصيتك كتير حلوة، أنا بعطيك نجمة. شكرا. أنا شوف صوتك جميل وجيد، لكن بحاجة لتمرين يا رنيم حتى نتمكن بشكل أكثر. بتخيل إذا شفناك المواسم القادمة إن شاء الله يكون صوتك نضج وصار أكبر وأفضل، ونشوفك على خير. شكرا لمشاركتك حبيبي. شكرا لك. شكرا. باي باي. أوكي، صح، مبسوطة بعني يعني أظهرت مواهبي. عافاك، هيدا الشيء الحلو إنه الإنسان تكون روحه هيك عالية، ولا حتى لو ما ربح ما بتكون هون انتهت الأمور، فبيتدرب وبيجي المرة القادمة إن شاء الله وبياخد النجمة الذهبية كمان. صح. شو اسمك؟ خالد حازم. خالد، شو بدك تسمع اللجنة اليوم؟ كل القلوب إلى الحبيب تميل وموال. ما شاء الله. طيب، ومين حابب تشوف أكثر شيء من اللجنة؟ محمد بشار. شو بتحب تقول لمحمد بشار ما تدخل لعنده؟ إنه يعني أكثر واحد ممكن أنا بتابعه في كل العالم. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا ترى دموع العاشقين تسيل. هذا مقالي فيك يا أشرف الورى، هذا مقالي فيك يا أشرف الورى.
ومدحي فيك يا رسول الله جميل. الله الله. بدي اسمع يا خالد اشي هيك موقع يعني اغنية سريعا لو سمحت. هيك الزمان هيك الدنيا من أول ما خلقنا، يلي إلك منو إلي لو شو مهما عملنا، كل شي معدر لا تتحير ولا تشغل بالك، واللي معدر على تعبك ركز لي حالك. هيك الزمان هيك الزمان هيك الزمان هيك الزمان هيك الزمان هيك الدنيا. خالد خامتك جيدة وعربك جميلة، بس يعني لما يتغير المقامات ولما تتغير الاسكيلات شوي بصير عندك لبس في الموضوع، يعني ببطل أنا عارف وين المقام بالضبط، بحاجة لبعض التدريب. لكن أنا قد أعطيك فرصة حالياً وأعطيك نجمة، بس بدنا نشد حيلنا شوي في المنافسات. أوكي أستاذ بلال. حبيبي خالد، خامة حلوة وإحساس جميل جداً، لكن أكو سرعة، سرعة بالأداء، هاي السرعة توقعك بمطبات كثير كثير خطرة، والمستمع راح مباشرة يحكم عليك أنه أنت إنسان مجرد جاي تأدي وخلص، يعني خامتك تروح، أدائك يروح، إحساسك يروح، فبالتالي الريد تغني وانت حاسس بالكلمه اللي تقولها. يعني غنيت الاغنيه مال محمد بشار، طبعا تحيه لك محمد على الاغنيه الجميله هذه، بس غنيتها وانت تريد تخلص، يعني بالعكس خليك سمعنا اكثر حتى تقنعنا اكثر. من تغني بهدوء راح تقنع اللجنه، راح تقنع عمر، تقنع محمد، فبالتالي راح تحصل على النجمه. وانا بالنسبه لي يعني يمكن من غنيت لمحمد غيرت شويه رايي، شويه غيرته مع العلم اكو تكنيك. ليش؟ لان السرعه كانت يعني بصراحه يعني حاكمتك، فخليك شوية رايق وغني صح حتى نسمعك صح. مع ذلك أنا أعطيك نجمة حبيبي تدلل، الله يحفظك. إذن يا خالد اسلم مني هاي النجمة الفضية اللي تأهلك لمرحلة التنافس على النجمة الذهبية، علك تكون الفائز بالتصفيات النهائية. والله أني أنا اكتشفت أن الحمد لله أن عندي موهبة، وأهلي ساعدوني أني يعني قالوا لي شارك وشوف مسابقات تدور، فالحمد لله يعني حبيت اني اطور من نفسي وادخل مسابقات اشوف. يعني انا ممكن يكون عمرك هو اكبر من العمر اللي متفقين عليه، بس حلو انك تفوت وتوقف قدام اللجنه قدام اساتذه كمان معروفين وتاخذ نصايحهم كمان، فهذا شيء كثير ايجابي. يعني عادي انا ان فزت وان خسرت هذا شيء طبيعي، يعني الحمد لله عادي. يعني لان من عمرك 16 سنه فقط، يعني مش كبير كثير، يعني ما اكيد 16 بعد. طيب حبيبي عمر، بدي بس هيك شو بدك تسمع اللجنه اليوم؟ والله بسمعهم نشيد عن الامارات. اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. شو اخبارك؟ الحمد لله بخير. يعني احنا هنا مسابقتنا اسمها النجم الصغير. ادري وانا شو تعليقك على وقوفك الان يعني امامنا والاسم خلفك النجم الصغير؟ سؤال. والله يعني انا اقترحت عليهم يشيل الصغير، حط المتوسط شوي. بس ما في مجال يعني شو اسوي. يا سيدي احنا بغض النظر احنا حابين نسمع صوتك ونسمع صوتك كمان للجمهور، بغض النظر عن اسم المسابقه، هي اكيد للاصغر من سنك، لكن احنا حابين نسمع ونشوف شو في عندك امكانيه. تفضل. الله على بلادي ومحبه عيالي، نفديك من الروح نفديك من الروح، بالعلم نورينا بالحب ضمينا، حبك دواء للروح حبك دواء للروح، تبسم عندنا وفرح في بلادي حدايق نور، جنودك يا وطن نبقى على عهدك نعيش دهور، ملابس فخر لبسنا لك وأحلى كلام كتبنا لك، رسمنا بالمحبة دروب مع اللي يحب، رسمنا لك رسمنا لك مع اللي يحب رسمنا لك. الله 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 على بلادي ومحبة عيالي. الله عليك الله عليك الله عليك وعلى محبة العيال كلهم لك، إن شاء الله يحبوك ويكون لك مستقبل زاهر في هذا المجال.
غنيت انت قبل هيك؟ والله انا في مسرح يعني في المسرح وشي انشد. جميل. انشد عن الوطن. يعني انا صراحه سعدت بهاي الخامه اللطيفه. يعني ان شاء الله قد يكون في بيننا تعاونات مستقبليه ان شاء الله. واتمنى اشوفك يعني نجم كبير وليس في برنامج اصغر نجم شوي. تعليقاتكم شباب اذا بتحبوا. هل تسمع شيء ثاني عمر؟ يعني سمعنا يعني شيء مختصر بس كان المختصر مفيد كثير بصراحه. هو مختصر هو لا سمعنا من عندك هذا المختصر وكان مفيد جدا وبنفس الوقت وصل لنا يعني وصل لنا اللي نريده. انا وجهه نظري بيك انه انت الظاهر طالع على مسارح كثيره ومغني كثير لان يعني اكو في خبره لان اكو وجهه نظرك من ده تتنقل نظرك على كل الاتجاهات. معناته انت طالع على مسرح ومغني للكل وحتى الايماءات اللي سويتها ما ابغى اخاف يعني وارتبك لا ما شاء الله مبين واضح وخامتك كثير كثير حلوه بس احنا نتمنى انه ما تكون بهالبرنامج اللي تدري الاطفال لهم مساحتهم لهم غناهم الخاص. انت يمكن جانبك تفوت بناس يعني برنامج شبابي اكثر يعني دورت يعني حتى مشهد الشارقه ما لحقت عليه. اه والله حرام والله حرام ان شاء الله انه هاي تكون فرصه. انا بوعدك انه مشاركتك تطلع على التلفزيون بحيث انه الناس تشوفك قد تكون هاي بدايه موفقه ان شاء الله. وبرضو اي شيء تعاونات مستقبلا في الامارات ان شاء الله راح يكون في بيننا. انا اقول انه كل الشكر والتقدير لك على وظيفتك هذه وغنيت وسمعتنا احلى ما عندك حبيبي. ورد عمور حبيبي سمعكم شيء بسيط ولا يلا خلاص يلا يلا اوكي. ودمعت عيني على طفل بكى امه واحسب ان كل امه مثل امي حنون واحترق قلبي من دموع غشنا يوم عيناها امطرت مثل المزون كم سقتني من حشا ثديين دمه وسهرت ليل انتشارك هالحزون وكم طعام قربها دايم تمنى تنتظر صغارها لين ياكلون يجعل يمي يجزى كل جنة في ثرى الفردوس مكانك يكون أمنا يا ناس ما شي تمنى كل شي عندها لجلك يهون. الله جميل جميل يعني والله يا عمر. أنا بدي أقول له بس أنه أنت أيوة ارتبكت شوي لأن هاي فيها طبقة عالية. لا لا عادي عادي بس أنا كنت حابب أحكي لك بإضافة اللي حكوا لك هي أنه دائما هيك ضلك غني في هالأحاسيس هاي قدي أنك أنت بتحس الكلام هذا إشي واضح بصيح. أي والله حبيبي ما شاء الله عليك مناسب لصوته هذا الإحساس اللي بتغني. آه بس شو قدي بغني بإحساس حلو صحيح قدي بتعطي من إحساسك في الكلام. أنا هذا الغنى كثير بحبه. برافو عليك كاريزما وشخصية صحيح. أنت فنان إماراتي خلنا نحكي جاهز صحيح. وإن شاء الله يا رب نشوفك كل مكان هيك منور مشاشه حتى الكاريزما تساعدك يعني بظهورك كاريزمتك كثير حلو هيك فنان جاهز يعني. يا حبيبي عيونك الحلوه يا حبيب قلبي. والله انا يعني ان فزت وان خسرت هذا الله كاتب هالشيء وانا راضي. المفروض تقعد معنا باللجنه. لا لا حبيبي الله يعطيك العافيه نشوفكم ان شاء الله. بس انا اسمي عمر. انا اسمي عمر. اه سميه بيقولوا يعني انتم في الخليج صح؟ انا كنت صغير اسمعكم انا حبيبي. الله يخليك الله يخليك حبيبي هذا شرف لنا والله. برافو عليك. بسمعلك من الحين بس بشبط لبرا اسمع. تسلم لي حبيبي. تسلم لي حبيبي عمول. تسلم لي. شكرا لك ونورت البرنامج. قدمت وابدعت ووايد عليهم صديقات قالوا لي انت عندك في الغناء في النشيد يعني في الانشاد احساس هذا الشيء اللي احنا ندور عليه يعني والحمد لله يعني. بس لو كنت اصغر شوي قالوا لي ليش يعني انت وشفت هل تناسب يعني العمر مع النجم الصغير؟ قلت لهم والله انا اقترحت عليهم يعني شو الصغير هاي بس ما شيء مجال. عبد الرحمن انت هلا اخذت النجمه الفضيه اللي اهلتك للمرحله اللي انت فيها هلا لكن واحد منكم فقط هو اللي راح ياخذ هاي النجمه. ايش لونها يا عبد الرحمن؟ هاي ذهبيه. راح تاهلك لعروض مباشره تتنافس فيها مع الفائزين من كل الدول اللي رحنا لهم. هل انت مستعد لهي المنافسه؟ سمعنا اذا. برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت
أضاء برضاك يا خالقي برضاك يا خالقي لا رغبتي ورضاي خلقت صوتي ويدك صورت أضاء استماع شكواي. شكرا شكرا يا عبد الرحمن، شكرا حبيبي. اهلا وسهلا فيك حبيبي، يعني شفناك مره اخرى يا ابراهيم هيك. هنا ابراهيم ايش؟ ابراهيم اسحاق. ابراهيم اسحاق. ابراهيم هلا يعني شفت انت زملائك اللي اخذوا النجوم الفضيه اللي معك، لكن احدهم فقط راح ياخذ هاي النجمه الذهبيه. نعم. المؤهله للحلقات المباشره. نعم. مع زملائك اللي تاهلوا من بقيه الدول. فهل انت أد هذا التحدي؟ ان شاء الله. نسمع اذا. لكل انسان في الاحزان حكايه صعب ينساها، تفاصيل تهد جبال ولا ادري كيف بشكيها، عزيز النفس ويكفيها بان الله مولاها قبل لا تشتكي همها، تحس بحكمتها فيها لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها، فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها، تهون بدمعتي الشكوى إذا لله ببكيها، لعل خير ننطقها ولا ندري بخباياها، على كثر الألم عندي أمل باللي يعافيها، فمهما كان ومهما صار ومهما عيشتي جاها، تهون بدمعتي الشكوى إذا لله ببكيها. الله شكرا الله عليك. الله عليك إبراهيم. الله يسلمك. نشوفك إن شاء الله بالتصفيات. شكرا. إن شاء الله. اهلا وسهلا يا وديمة مرة اخرى، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. وديمة انت هلا معك نجمة فضية مع زملائك اللي اخذوا نجمات فضية، لكن واحد منكم فقط راح ياخذ هاي النجمة، شو لونها؟ ذهبي. راح تاخذيها انت فكرك؟ يا رب يا رب. ولا حد ثاني؟ لا ان شاء الله. انا مين راح ياخذها؟ انا 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 انا. ان شاء الله يا رب. هلا نسمع صوتك عشان احنا بعدين نسمع اصوات زملائك ونشوف مين اللي راح ياخذ هاي النجمه الذهبيه المؤهله للعروض المباشره. تفضلي بسم الله. اوكي. كل ورود الخير يجود، كل ورود خير وجود، كلها أنا رح عيش على حقق أمنياتي، كلها أنا رح عيش على حقق أمنياتي، بعد عمري صغير رح عيش بحيوية
ليش اكبر بكير وانا بعدي صبي بعد عمر صغير رح اعيش بحيويه ليش اكبر بكير وانا بعدي صبي كل ورود الخير يجود كل ورود خير يجود كلها انا رح عيش على حق امنياتي كلها انا رح عيش على حق امنياتي. شكرا يا وديمة ونشوفك ان شاء الله قريبا. اهلا وسهلا، كيف حالك من جديد؟ الحمد لله. الاسم كمان مره حبيبي؟ خالد حازم سليمان. خالد حازم، خالد كلكم اخذتوا نجوم فضيه لكن واحد فقط راح ياخذ النجم الذهبي. فكرك مين راح ياخذها يا خالد؟ مين؟ ان شاء الله انا. ان شاء الله يا رب، خلينا نشوف، ما بنعرف، خلينا نسمع، تفضل. اوف والله يا حروف الوطن زي العقد في الصدر محلى محلاها الفا فلسطين الحبيبة مغلى الوطن يا عرب مغلى يا 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 واللام اللام اللام واللام لما توحدوا كان كان الحجر مقوى. سليمان مجهز نفسك لتفوت على المرحلة الذهبية؟ إن شاء الله. مين متوقع يفوز من أصدقائك؟ والله ما أعرف عشان ما أفرق بين ربعي. حبيبي يا سليمان، انت اكيد تأهلت مع بعض الزملاء اللي تأهلوا ايضا بحمل النجمة الفضية، واحد منكم فقط راح ياخذ هذه النجمة، ايش لونها؟ الذهبية. واحد منكم راح ياخذ النجمة الذهبية وينطلق معنا للعروض المباشرة ان شاء الله الشهر القادم. يعني راح نختار واحدكم احدكم بعد ما نسمع الاصوات اللي عندكم، تفضل سمعنا حبيبي. يا الإمارة ترفعي هذا الجبين وادخلي التاريخ من 2000 باب قصتك أعجوبة بكتاب السنين واتحادك صار عنوان الكتاب بكتبك دنيا غرام وردتين وارسمك قلب على عطر تراب ربي يهداني النظر في كل عين لجل اشوفك وانظر السبع العجاب أبلك حاسس بيك إن ضاقت كربتي توجهت لقبلتي قم يا بلال فالأذان يشعرني الأمان هذا مقالي فيك يا عديري تحميك عيوني وتصونك عين الله. والله صراحة اليوم جميل جدا في دبي، من الأيام الرائعة وأيام الاستماع للمواهب بشكل جميل. استفاجأنا في الأصوات الجميلة جدا في الإمارات، اللي بصراحة الأصوات أتت من كل أنحاء الإمارات ومن مختلف الإمارات.
اللي اجى من الشارقة، اللي اجى من عجمان، اللي اجى من أبوظبي، اللي اجى من العين، يعني ما شاء الله. صراحة سمعنا أصوات جميلة والاختيار كان صعب، لكن إن شاء الله يكون اختيارنا في محله بإذن الله تعالى. هل ممكن اليوم نشوف مفاجأة بدبي ومثلا نشوف نجمتان ذهبية أم فقط واحدة؟ أنا بعرف القرار هذا أنت فيك جاوبنا عليه ولا نصبر؟ والله بتعرف أنت هاي القرار أكيد اتخذ، لكن أكيد بدك تصبر يا أبو حميد حتى تعرف القرار لايف مباشرة أمام المتسابقين. صراحة أنا بحب الألوان الخليجية اللي بتكون مغمورة بالأحاسيس الحلوة، بتطلع شيء كتير حلو، فكان في أصوات جدا رائعة، كان في أداء كتير حلو، متفاجئين وصراحة جدا يعني متكركبين باختيار. صراحة شوي الاختيار صعب لأنه أصوات حلوة وإحنا ما بدنا نظلم أي أحد. كان الاختيار كثير صعب لأن كانوا أكو أصوات كذلك يعني من سوريا وأصوات من الأردن، فاختارينا الصوت المناسب اللي يقف على مسرح النجم الصغير واللي يعني قابل الأصوات الجميلة إن شاء الله بإذن الله تعالى. مين بتتوقع يفوز منكم؟ إن شاء الله أنا. إن شاء الله. والله حلوة الساعة، حلوة الإنسان يكون عنده ساعة بحاله صح؟ والله اللي بفوز يعني بكون نصيبه يا رب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية جميعا، وصلتوا لهذه المرحلة وتخطيتوا المراحل الأولى في البرنامج. إحنا سعيدين جدا بوجودكم أمامنا، وإن شاء الله إنه اللي يتأهل يقوم بأداء متميز وجميل إن شاء الله في العروض المباشرة الشهر القادم. نسمع كلمة من بلبل. تحياتي لكم وعلى أصواتكم الجميلة، ونتمنى أن تتعبون على أصواتكم أكثر وتسمعوا لي الأصوات الجميلة حتى صوتكم يتثقف أكثر. وبنفس الوقت اللي ما فاز ويانا فاز بأنه وضعناه على اللاين الصح، وين يغني وين مكان خامته وين اختياراته، بحد ذاته هذا صراحة فوز كبير، واللي فوز بعدكم هو فوز للجميع أكيد، ونتمنى لكم كل النجاحات بكل مجالاتكم إن شاء الله. أيضا نستمع إلى كلمة توجيهية من الأخ محمد بشار. بثني على كلام أستاذ بلال الله يحفظك وأستاذ عمر، أنتوا كلكم نجوم، مش بحاجة ل يعني يعني أنه نحكي نضل نحكي صوتكم حلو صوتكم، أنتوا هاي وصولكم للمرحلة هاي، وصولكم للموقف هذا هو بحد ذاته هو نجاح لكم، هو فوز لكم. بالنهاية إحنا مضطرين نختار شخص منكم لا يمثلكم، يمثل الإمارات. بتمنى تدعموه زي ما حكوا الأساتذة، وكلنا ننبسط بعض، وبالنهاية في مواسم جاي إن شاء الله بتمنى تشاركوا فيها كلكم إن شاء الله. إذن اللحظة الحاسمة واللحظة النهائية أتت، أتمنى التوفيق للجميع. اللي رح يحمل معنا هذه النجمة ويتأهل معنا للعروض المباشرة من تصفيات، اللي رح يتأهل معنا ويحمل هاي النجمة الذهبية واللي تأهله للعروض المباشرة الشهر القادم إن شاء الله عن دولة الإمارات العربية المتحدة من مدينة حاليا إحنا في إمارة دبي، اللي راح يتأهل معنا هو أو هي مين برأيك بلال؟ والله عموري حيرة يعني، بس انت اكيد تعرف يعني احنا خلينا القرار عندك باعتبار انت عندك فد ايماءات خاصة باطلاق العيارات الثقيلة. صحيح استاذ محمد. اطلق العيار النادي. اللي راح يتأهل معنا عن الامارات للتصفيات النهائية لبرنامج النجم الصغير على قناة نون الفضائية هو او هي خالد حازم. الف الف مبروك. هل في اي استثناءات استاذ بلال؟ والله على الاصوات اللي سمعناها بصراحه يعني انا اتمنى يعني اتمنى انه يكون اكو استثناء، مع العلم احنا مقررين ناخذ صوت واحد من الامارات، لكن الاصوات جميله وحرام نضيعها يعني صراحه. معقول يعني هذا اللي انا قلته وانت هذا اللي اتفقنا عليه والله اعلم يمكن كلام. استاذ محمد هل يوجد استثناءات في هذه المرحله؟ والله انا اعتقد انه نعم يوجد استثناءات، لازم يعني يكون في شخص آخر يطلع يمثل دولة الإمارات، لأنه صراحة الأصوات تستحق. إحنا لو بإيدنا بنعطيكم خمس نجوم ترى. إيه والله كلكم تستحقون صراحة، لكن إحنا العوامل كلها يعني بتأثر علينا بالاختيار، عامل الكاريزما الحلوة، الصوت الحلو، يعني كلكم بتجننوا صراحة، بس يعني فروقات بيناتكم كلكم الخمسة بسيطة جدا فتح.
إذا يا جماعة الخير هناك استثناء وهناك نجمة ثانية. والله والله العظيم إنه كلكم تستحقوا النجم الذهبي. لكن وكلكم أصواتكم مميزة، وأنا يعني صراحة رح أبذل جهدي إنه نستغل هذه الأصوات حتى لو ما تأهلت معنا للمراحل المتقدمة. طبعا هذا الإشي يعني أنا بصراحة كتير حابب، في أصوات جدا جميلة وحابب إنه نستغلها بأي إن شاء الله إنه بنحاول يعني كلكم نتعاون معكم سواء ننجح ولا ما نجح. وندخل إلى النهائيات المبدع أو المبدعة ديما أحمد. وديما ديما مبروك مبروك حبيبتي، أخذتي كمان نجمة. مبروك ديما مبروك، لكن سعيد جدا بالتعرف عليكم وسماع أصواتكم، تمنياتي للجميع بالتوفيق. شكرا لكم، برافو لكم. شكرا شكرا أنا بعض. أستاذ عمر السعيدي، نحن الآن في وزارة تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فشو بتحب تقولون؟ صراحة أنا أشكرهم على هذه الاستضافة الرائعة، أشكر الأستاذ محمد سالم على هذا الترتيب وعلى يعني صراحة التنسيقات هاي كلياتها اللي موجودة. طبعا أكيد الشكر كل الشكر لمعالي وزير البنية التحتية يعني على هذه الاستضافة، وعلى يعني تشرفنا صراحة في تصوير هذه الحلقة من برنامج النجم الصغير في مبنى الوزارة، لهم منا كل الشكر والتحية. أستاذ محمد، نحن كمان نتشكركم كقناة نون، شو بتحب تقول لقناة نون؟ نحن نرحب بكم بأي وقت، البلد بلدكم والإمارات بلدكم الثاني، مفتوح لكم بأي وقت بأي برنامج، نحن مستعدين إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك. ندعمكم، ندعم المواهب الصغيرة اللي طالعة، وإن شاء الله يا أهلا وسهلا فيكم. أشكرك أشكرك أستاذ محمد، ويعني هذا شرف لنا والله. في نهاية هذه الحلقة نصل إلى نهاية مرحلة اختيار الأصوات من البلدان، والحلقات القادمة خلال الأسبوعين القادمين ستكون ملخصاً لجميع المتأهلين، حيث سيبدأ التصويت بعدها للمشاركين. وسيكون القرار بيدكم أعزائي المشاهدين، حيث ستبدأ الحلقات المباشرة اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 8 أبريل. تابعونا برنامج النجم الصغير برعاية رونا جرو، حليب النمو المتكامل للأطفال ابتداء من العام الأول. إكسيدا، ابنك تعبك بالأكل، إكسيدا هو الحل. تتردد ولا تفكر كتير، معنا بيبقى اسمك النجم الصغير.